حياكم الله من جديد وصباحكم ورد. مواجهة المخاطر البيئية اللي تهدد الناس في صحتهم تمثل تحدي كبير للعالم بأسره، خاصة الجهات والمؤسسات القائمة على الصحة العامة ورعايتها، واللي أدت بها إلى تبني برنامج المدن الصحية. برنامج المدن الصحية إحدى المبادرات المجتمعية التي تبنتها منظمة الصحة العالمية لحث السكان في منطقة ما على الارتقاء بالصحة في مدينتهم. مشاهدينا، معلومات أكثر عن هذا البرنامج وأبرز تطبيقاته في الكويت راح نتعرف إن شاء الله عليها من خلال حوارنا مع ضيفتنا الدكتورة أمال حسين جاسم اليحيى، رئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة، وأيضا الدكتورة سمر فقي، الخبير الإقليمي للمدن الصحية في منظمة الصحة العالمية. أهلا وسهلا بكم. أهلا، صباحكم خير إن شاء الله وشرفتونا. الله يسلمك. الله يسلمك. راح إن شاء الله نستهل لقائنا، لكن بعد هذا التقرير. برنامج المدن الصحية إحدى المبادرات المجتمعية التي تبنتها دولة الكويت، حيث تقوم فلسفتها على حث السكان في منطقة ما على الارتقاء بالصحة في مدينتهم من خلال تضافر جهود الأفراد والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز البحثية والأكاديمية لتحقيق الهدف. وفي هذا الصدد تسلمت منطقة اليرموك شهادة اعتمادها مدينة صحية، لتصبح بذلك أول منطقة صحية في الكويت تحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية حسب المعايير الدولية. وقد اهتمت دولة الكويت بتطبيق مبادرة المدن الصحية لتحقيق أهداف تبدأ من العمل على نشر مفهوم المبادرة، ثم مساعدة المناطق والمجتمعات على التقدم في عمليات التغيير التي يتطلبها تحقيق معايير المبادرة. صباحكم ورد مجددا دكتورة أمال ودكتورة سمر، وحياكم الله أكيد معنا بصباح الخير يا كويت. إذا بداية نبي نعرف أو ناخذ تعريف منكم، بداية معك دكتورة سمر، تعريف المدن الصحية. الحقيقة المدن الصحية برنامج اتبنته منظمة الصحة العالمية من أوائل الثمانينات، بعد ما فكرة تعزيز الصحة والنهوض بالصحة من خلال الوقاية، وإن الصحة مش دورها بس في النطاق أو وزارة الصحة أو العاملين فيها، إن هي مشمول يعني مفهومها أشمل من كده كتير. المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اللي هو بتتبعه دولة الكويت تبنى هذا المفهوم في سنة 90، بس كان في الأول المفهوم هو عبارة عن ممارسة بعض الأنشطة والممارسات، زي مثلا الحث على الفيزيكال اكتيفيتي أو النشاط البدني، التغذية السليمة، يعني كان عبارة عن بعض الأنشطة اللي هي تنهض بالصحة. مع المفهوم الأشمل للصحة اللي بقى موجود اللي هو محددات الاجتماعية للصحة، بقى يعني المشروع أو البروجرام المدن الصحية تبنى أن يغير مفاهيم الناس بين الفرق بين الصحة والطب. يعني الصحة مش الخدمات الصحية، الناس عندهم الصحة اللي هي الدواء والعلاج والطبيب، لا، في فرق كبير بين الصحة العامة أو الخدمات الصحية. فمن هنا جت فكرة المدن الصحية أن هي عبارة عن منصة بتجمع كافة القطاعات تحت رؤية واحدة، إن كل قطاع يقوم بدوره اللي هو المنوط بيه، مفيش أي حاجة جديدة، إنما كلهم يبقى قدامهم فيجن اللي هي الارتقاء بالصحة. يعني ما نيجي نخطط للشوارع لازم يبقى في دماغنا الوقاية من الحوادث والصحة، التعليم لازم برضو متكاملة. منظومة متكاملة. نعم. ده فكرة المدن الصحية. دكتور أمال، يمكن مدينة اليرموك عندنا أو منطقة اليرموك في الكويت تم طبعا اعتمادها كنموذج لمدينة صحية، حدثينا عن هذه التجربة والتطلعات المستقبلية للمنطقة. بكل فخر واعتزاز، احنا جدا كنا سعيدين أمس بحفل تسليم شهادة اعتماد اليرموك
كمدينة صحية الأولى في الكويت معتمدة من منظمة الصحة العالمية. جميل. ما في شك أن هذا الإنجاز جاء بسلسلة من الأعمال امتدت إلى أكثر من 4 سنين. اليوم لما نقول أن احنا في الكويت اعتمدنا أول مدينة صحية، هذا دليل على أن احنا في الكويت قادرين على أن احنا نتبنى المبادرات العالمية. هو إعلاء لسمعة الكويت، لأن كثر ما الدولة يكون عندها مدن صحية هي راح تكون تصنيفها العالمي أفضل. احنا اليوم نعتبر مثل ما تفضلت الدكتورة أن مبادرة المدن الصحية هي منصة عشان أنت تنطلق لتحسين صحة المجتمع بشكل كبير. اليوم احنا في اليرموك لأن احنا هذه التجربة الأولى ولله الحمد تم استيفائها بنجاح في معايير، واحنا استوفينا هذه المعايير. ممتاز. تعلمنا من هالتجربة وايد وايد أشياء، وراح نعممها على باقي مدن الكويت إن شاء الله. حاليا عندنا 10 مناطق مسجلة على شبكة المدن الصحية، 1 منهم اليرموك، و9 إن هي تستكمل المعايير. وإن شاء الله بإذن الله احنا قريبا إن شاء الله راح نضيف نجاح للنجاح اللي تحقق في اليرموك. في متطلعات معينة؟ طبعا التطلع الأكيد إن كل مناطق الكويت تصير مدن صحية. ممتاز. وهذا الشيء عشان يتحقق الهدف الثاني اللي هو بعيد المدى شوي، بس لازم احنا نقدر ان احنا نخليه يكون موجود، انه بدل ما تصير هي مبادره خاصه بوزاره الصحه وتبي القطاعات تشترك معنا، تصير شيء مؤسسي موجود في كافه يعني اجندات المؤسسات الحكوميه والمجتمع الخاص والمؤسسات المجتمع المدني، كل المؤسسات وهي تشتغل وهي تحط خططها الاستراتيجيه واضح في مؤشرات الأداء مالها إن إحنا لازم أن نراعي معايير المدن الصحية. طيب لوجود دكتورة سمر عشان نثبته وينتشر فعلا ونشوف مدينة صحية كل مكان، أكيد في سياسات، أكيد في خطط، أكيد في عقبات، أكيد في حواجز، فبتكلم هنا عن هذه الخطة شلون تحطونها بالبرنامج وشلون تعدون هذيلا كلهم؟ هو الحقيقة ده سؤال مهم جدا، لأن دايما بتبقى أول خطوة هي أصعب خطوة. يعني إحنا لما جينا مع وزارة الصحة وابتدينا نتعاون في تنفيذ برنامج المدن الصحية في اليرموك، كان بتواجهنا صعوبات كتير، زي مثلا يعني المجتمع لسه مش يعني هو البرنامج المدن الصحية بيعتمد على مشاركة المجتمع ومشاركة كل القطاعات، فالكل ما كانش عنده المفهوم الواضح طب دوري إيه؟ يعني الصحة، طب ما وزارة الصحة، فابتدينا بعد كده هو انبع المفهوم ده. مش قادرة أقول لك بعد كده في الزيارات اللي كانت بتتبعها قد إيه المجتمع المدني كان مشارك، المتطوعين، القطاعات الأخرى، فكانت أول تجربة أقدر أقول زي ما بتقول الدكتورة أمال دي نقطة انطلاقة مبشرة بالخير الحمد لله. فطبعا الخطة دلوقتي زي ما أضافت دكتورة أمال وقالت إن في خطة توسع. دلوقتي احنا متسجل معانا 10 مدن من دولة الكويت، خلاص مدينة اعتمدت، احنا عاوزين المدينة دي تبقى موديل لباقي المدن اللي موجودة هنا، ومش بس داخل الكويت على فكرة، هي اللي عندها البوتنشلز وعندها ما يؤهلها ان تبقى نموذج عالمي. والدليل ان احنا موجودين كمنظمة صحة عالمية عاملين اجتماع بين كل دول الإقليم هنا في الكويت عشان نستفيد بالتجربة. يعني النهاردة إن شاء الله يبقى في زيارات ميدانية يتلتقوا مع الأهالي يشوفوا التطبيق على أرض الواقع. فالاستراتيجية في التوسع هو تعميم التجربة والدروس المستفادة والنجاحات، ما هو أكيد واجهتهم صعوبات، فدلوقتي تعميم التجربة إن شاء الله هيبقى أسهل كتير. هو لا شك بأن في يعني معايير كثيرة ويعني تقييم على أساسها يتم، لكن إذا ممكن مثلا نختصرها في بعض النقاط بحيث تتضح الصورة للسادة المشاهدين شلون يتم اختيار المدينة صحية. طبعا دكتور أمار ودكتور سمر أكيد تفيدونا في هذا الموضوع. هو الحقيقة المنظمة يمكن زي ما قلت لحضرتك كنا في الأول قبل يعني في أول تطبيق البرنامج كنا بندي وعي أو تعريف ببعض الأنشطة اللي ممكن تتعمل في هذا النطاق، وبعدين فكرنا بعد كده إن احنا نبقى محددين أكتر وحطينا 80 معيار تحت 9 محاور. ال9 محاور دول بيغطوا محددات الصحة، أي شيء ليه تأثير على الصحة سواء بالإيجاب أو السلب حطيناه في المحاور دي وتحتيها 80 معيار. بنعتمد المدينة كمدينة صحية لما يبقى على الأقل حققوا 80% من المعايير، لأن بنسيب نسبة 20% لأن دول الإقليم بتختلف من دولة لدولة. ولا أخفيكم القول اليرموك مش بس حققوا 80 معيار، ده أضافوا
معايير يرموك سبيسيفيك، يعني انا حاسه ان هي خاصه بيهم وبصراحه. وامبارح وهم بيعرضوا تجربتهم على باقي الدول الكل كان منبهر وبصراحه يعني سباقين في حاجات كتير. يعني اذا بتعطونا تقييمكم حق هذه التجربه بكلمه شنو بتقولين؟ نجاح، الحمد لله، حب، ولاء، ممتاز، اونرشيب، يعني هم حاسين في اليرموك ان المشروع ده بتاعهم. نعم. بيشتغلوا فيه بحب، وكم المتطوعين مش قادره اقول لك وقد ايه بقلب، لدرجه كان في مؤتمر في بلفاست في ايرلندا، بعت طبعا يعني احنا ده كان للشبكه الاوروبيه اللي هي شبكه المدن الصحيه للمدن الاوروبيه، فحسيت ساعتها ان احنا عندنا تجارب لازم نبرزها، فتواصلت مع بعض الدول، فكان اليرموك الحقيقه الحمد لله كان في وفد قدم التجربه، هم نفسهم انبهروا بيها وكانوش فاكرين في منطقتنا في تجارب ناجحه كده. دكتور امال، مفهوم الابتكار المجتمعي شلون يعني طبقناه في مدينه اليرموك وطبعا المدن الصحيه بشكل عام؟ يمكن واحده من اهم الاشياء اللي هي في جمال مبادره المدن الصحيه ان احنا كمؤسسات حكوميه، مو احنا القياده، مو لنا قياده، للمجتمع. طبعا احنا نتكلم مختار المنطقه، رئيس المركز الصحي، العاملين في المنطقه، الجمعيه التعاونيه لها دور وايد كبير. الناس لما هم يشوفون احتياجاتهم شنو وتطلعاتهم شنو، وهذين الامرين لما تحطهم في الميزان انت ممكن حتى تتفوق على خدمات وزاره الصحه. وهذا بالفعل تم. يعني مثلا لما قلنا ان احنا نظام المواعيد حق المستوصف، يمكن هذا مو موجود في كثير من مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، مو نقصا في الخدمات مالت مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، بس الناس ما تبي تروح تنطر وايد. ففكروا في اليرموك شلون احنا نسوي هذه المشكله او نحل هذه المشكله. فنتيجة الاجتماع وما بين المركز الصحي والناس اللي في اليرموك واخذ راي الناس، توصلوا الى عدد من الاجراءات تم من خلالها اني انا مو كل الناس احتاج انه يشوفون طبيب اليوم اللي هو يبي، لان انا عندي كحه او نشله، فهذيله يتوجهون حق عياده. طبيب مريض او مريض السكر والهذا يروح حق عياده ثانيه. طيب انا اوريدي متابع مع طبيبي وكل شيء، بس انا ابي اعاده الوصفه، يعني ما احتاج اني اشوف الطبيب، انا عندي موعد، فيروح حق طبيب ثاني. ممتاز. قللنا وزمن الانتظار من حوالي 20 دقيقة إلى ممكن يوصل في بعض الأحيان إلى 3 دقائق. هذا إنجاز. واو. على المستوى البيئي في عندنا يعني نقطة بصراحة وايد نفخر فيها، لأن هي حققة واحد من أهم أهداف المبادرة اللي هي التكامل والشراكات بين القطاعات. واحدة من أهم الأهداف أنك تزيد المساحات الخضراء في البيئة اللي أنت فيها، مو بس لأنها متنفس وتعطي أكسجين، لأنك راح تشجع الناس أنها تطلع، فبالتالي راح تتحرك لأن الناس راح تلتقي فنفسياتها تتحسن. صح. طيب شلون نزيد المساحات الخضراء؟ في عندنا حديقة، وحديقة جدا جميلة جداً في اليرموك، لكن لقوا أن في أرض هي أساسا كانت مخصصة أنها تصير حديقة تتبع أو 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 يقام عليها مبنى وما تم استغلالها لسنوات. الأرض هذه تبع وزارة التربية، ففكروا أنهم يقيمون نوع خاص من الحدائق اللي تمثل فيه كل النماذج مالت المياه الرمادية، الاستفادة من مياه الري أنها تعاد الري فيها، شيء اسمه بيرماكلتشر اللي هي مفاهيم الزراعة البيئية اللي تخدم المجتمع. ممتاز. يم ماكو ماي، الأرض هذه مو واصلها ماي. إذا هم ما شاء الله معايير كثيرة كما ذكرت الدكتورة، يمكن يعني قالت محاور 9 لكن 80 تقريبا معيار، فأعتقد الموضوع يطول في هذا، لكن أمانة بغيت تسألين عن الدورة. بغيت أسأل عن الدورة وأحييكم، يعني اليرموك هي البداية فقط، باكر راح نشوف إن شاء الله الكويت كلها يعني تضيء بهذه الأشياء الجميلة، أكيد يعني شيء مبشر بالخير. أبي أسأل طبعا عن فعالية الدورة التدريبية الإقليمية حول التخطيط الاستراتيجي للمدينة الصحية بالتعاون مع المكتب الإقليمي. مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة على مدى 4 سنين اللي فاتت نسوي هذه الدورة بشكل سنوي. هدفها ان احنا لما نقول حق الناس اشتغلوا، لازم يشتغلون وفق خطة استراتيجية، لازم تتحدد لهم الاهداف، ليش نبي نشتغل على هالبرنامج وما راح نشتغل على هالبرنامج. الناس ما حد عودهم يكتبون خطة استراتيجية، فاحنا هذا من اللي احنا نسميه تمكين الاهالي او الناس اللي عاملين انهم يعرفون يخططون، نسوي هذه الدورة. الدورة هذه تعطيهم مهارات شلون يقيم وضع الراهن، يحدد أولوياته في العمل، شلون يعد الوثيقة اللي راح ترفع حق المنظمة عشان تقول والله إيه إحنا مستعدين نقيم، اللي هو الشغل على المعايير.
فهذه الدورة هي واحدة من وسائل تمكين المجتمع وإكساب المهارات عشان يقدر إن هو يشتغل في مبادرة المدن الصحية. ونحن بالانتظار إن شاء الله. موفقين. بالانتظار التوسع لكل مدن الكويت وكل مدن الصحية. ونشكر كثيرا طبعا الدكتورة سمر أيضا لزيارتها ودعمها لمثل هذا التوجه اللي عندنا في الكويت. فعلا كل شكر وتقدير لضيفتنا الدكتورة أمال حسين جاسم الإحياء رئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة، وأيضا الشكر موصول للدكتورة سمر الفقي الخبير الإقليمي للمدن الصحية في منظمة الصحة العالمية.